السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله طلابي، طلاب الصف الثالث الثانوي والأدبي في درس جديد إن شاء الله من دروس مادة التاريخ. اليوم سوف نأخذ درس جديد وهو الدرس الثالث من كتابنا بعنوان صيغ وأساليب استعمارية جديدة. تمام يا طلاب، من هذا العنوان نستطيع القول أن الاستعمار اتبع أساليب جديدة من أجل السيطرة على مناطق النفوذ في مناطق بعيدة من مناطقه من دوله. طبعا اتبع عدة أساليب. طبعا أول هذه الأساليب هو الاستعمار المباشر أو الاحتلال المباشر. تمام يا طلاب، يعني الاحتلال العسكري، ثم جاء بعده الاحتلال الغير مباشر. أخذنا نحن بالدرس السابق نظام أو معاهدات الحماية، وهلا سوف نأخذ نظام جديد وهو نظام الوصاية ونظام الانتداب. أين نحن الآن من دروس هذه الوحدة؟ نحن هنا بعنوان درسنا لهذا اليوم صيغ وأساليب جديدة للاستعمار. تكلمنا في درس سابق الأقمار الاستعمارية في القرن التاسع عشر، كذلك تكلمنا الوطن العربي محور الأقمار الاستعمارية في القرن العشرين. وإن شاء الله سوف نأخذ درس جديد بعنوان العرب يحكمون أنفسهم بعد 4 قرون، درس القادم إن شاء الله. عندي مجموعة من الكلمات هامة جدا تساعدني على حفظ درسي لهذا اليوم، هو ما المقصود بنظام الحماية، الأحلاف الاستعمارية، السياسة الاستعمارية. هذه كلمات هامة جدا. نبدأ أولا مصالح الدول الاستعمارية بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. ما هي مصالح الدول الاستعمارية في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين؟ نحن تكلمنا بدرس سابق أن بريطانيا أعطت لليهود وعد. ما هو هذا الوعد؟ هو وعد، نعم، ما هذا الوعد؟ وعد الفور. أحسنتي يا أحلام، وعد فور. إذن الذي ينص أن الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. من مضمون هذا الوعد أن الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف، ولكن بنفس الوقت كان لبريطانيا مصالح كبيرة جدا بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. ما هذه المصالح؟ أولا أن الفرنسيين تمكنوا من أو أقاموا أو فتحوا قناة السويس في مصر، طبعا عن طريق المهندس فرنيداد دوبلسيس وهو فرنسي الجنسية. فأرادت بريطانيا بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين لأنها قريبة على قناة السويس. قريبة وين؟ على قناة السويس. كذلك رغبة بريطانيا في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين أن فلسطين تشكل نقطة ارتكاز استراتيجية وحربية واقتصادية مهمة لقناة السويس. أسلوب استعماري جديد يضمن مصالحها. إذن رأت بريطانيا في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين تعليها جدا طبعا أنه أسلوب استعماري جديد بالوكالة، إذا ما نسميه هذا الأسلوب، يضمن مصالحها في المنطقة. فهذه مصالح بريطانيا بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. إذا ما هو أول مصلحة من هذا المشروع الصهيوني؟ هو افتتاح قناة السويس، أو افتتاح الفرنسي لقناة السويس يشكل خطرا على تجارة الهند البريطانية، لأن الفرنسيين وبريطانيا في حالة عداء دائما، لأن بريطانيا وجدت في فلسطين نقطة ارتكاز استراتيجية حربية واقتصادية مهمة لقناة السويس. كذلك أسلوب استعماري جديد. ما هي مصالح الدول الأوروبية بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين؟ تكلمنا عن مصالح بريطانيا، ما هي مصالح الدول الأوروبية؟ إذا ما هي المصالح الأوروبية بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين؟ سؤالها. أولا مصالح استراتيجية يحقق لها عدة مكاسب سياسية اقتصادية عسكرية إلى آخره، فهذه تعتبر المصالح الاستراتيجية. 2 استمرار سيطرتها الاستعمارية على المنطقة. إذا يسمح إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين باستمرار السيطرة الاستعمارية على المنطقة. المصلحة الثالثة وهي منع إقامة دولة عربية مستقلة. لو تخيلنا موقع الوطن العربي أو موقع فلسطين بالنسبة للوطن العربي، أين تقع؟ تقع أو تشكل الحد الفاصل ما بين الجناح الآسيوي والجناح الإفريقي. فوقوع الكيان أو نشوء الكيان الصهيوني في فلسطين يمنع
إقامة دولة عربية مستقبلا، وهذا هو المنظور البعيد للاستعمار. فهذه مصلحة جديدة من مصالح الدول الأوروبية. أخيرا، تجزئة الوطن العربي. طبعا دائما لما بيقوموا أو إقامة دولة غربي في مناطق أو دول فيها، بنلاحظ أنه دائما بصير عندي مشاكل، بصير عندي حروبات. فإقامة إسرائيل أو الكيان الصهيوني في فلسطين يزرع الفتنة والخلافات بين الدول العربية، وبالتالي يستمر في تجزئتها. فهذه مصالح الدول الأوروبية في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. هلأ ما هي مصالح الصهاينة نفسهم في إقامة وطنهم في فلسطين؟ ماذا يريدون من إقامة هذا الوطن في فلسطين؟ أولا، إقامة قاعدة اقتصادية. نعم، فلسطين قريبة على قناة السويس، وخاضت حرب 67 سيطرت من موجبه على سيناء، فتمكنت ماذا من السيطرة على سيناء والوصول إلى قناة السويس. فهذا وجدوا في فلسطين تشكل أنها قاعدة اقتصادية. ثانيا، الهدف الثاني هو إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، يعني إقامة الدولة اليهودية في فلسطين، وجمع شتات يهود العالم وتجميعهم في فلسطين. ثالثا، تنمية الوطن القومي لليهود في فلسطين، يعني تنمية النزعة اليهودية، تفضيل العرق اليهودي على سائر العروق. فهذا يسمح بتنمية، لما بيكون أنا عندي وطن ونمي هذه ونمي هذا الشعور بحب الوطن وإلى آخره. لما ما بيكون عندي وطن هذا الشعور مفقود. المصلحة الرابعة، مكتسبات مادية وسياسية وعسكرية. فهذه هي مصالح الصهاينة في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. تمام، واضحة طلاب هذه المصالح؟ تمام يا طلاب. إذا المصالح الاستعمارية للدول الأوروبية مع المشروع الصهيوني ثلاث: مصالح بريطانيا، مصالح دول أوروبية، ومصالح الصهاينة بأنفسهم. سؤال هام جدا هنا، احتمال يجيني سؤال هام. إذا ما مصالح بريطانيا بإقامة وطن قومي لليهود؟ هو افتتاح الفرنسيين قناة السويس يشكل خطرا على التجارة الهند البريطانية. اثنين، لأن فلسطين تشكل نقطة ارتكاز استراتيجية حربية واقتصادية مهمة لقناة السويس. ثلاثة، أسلوب استعماري جديد يضمن مصالح بريطانيا في فلسطين. إذا هذه هي مصالح بريطانيا بإقامة وطن قومي اليهود في فلسطين. ما المصالح الأوروبية؟ مصالح استراتيجية. اثنين، استمرار السيطرة الاستعمارية، منع إقامة دولة عربية، وتجزئة الوطن العربي. هلا ما هي المصالح الصهاينة؟ إقامة قاعدة اقتصادية، إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، تنمية الوطن القومي اليهودي في فلسطين، ومكاسب مادية وسياسية وعسكرية. إذن هذه هي مصالح الدول الاستعمارية من إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.